السلام عليكم اخوانا ومتابعينا الجمال ومشاهدينا الجمال. النهارده حبينا نشارك معاكم الراس المترو دي. احنا كنا شرحنا تشغيل الراس ال 19 ازاي انا اقدر ابرمجها، ازاي انا اقدر اوصلها مباشر. طيب الراس دي جايه بعيب، العيب ده منتشر يا جماعه، عاوزين نشرحوه وعاوزين نوريكم البرمجه غير البرمجه بتاعت ال 19. واحنا شرحنا في ال 19 على الراس المترو اقدر افتحها ازاي، بس احنا هنشرحها من غير وصلة اللي هي المفروض توصل في سكوت يا جماعة، بيوصل هنا بتاع الطبلية نفسه. انت هتوصل السكوت بتاع طبليتك وهتشتغل معايا زي ما هشتغل انا معاك دلوقتي. طيب هتشغل الميزان. العيب اللي بيظهر يا جماعة اكتره في الطبالي الـ 19 او المترو او جميع الروس، هيظهر لك بيصفر كده، بيصفر كده معنتها ان في حد قاعد يلعب في الزراير دي كتير. طيب انا عاوز ابرمجها واعالجها. اول حاجة بضغط على الزرارين اللي هو السي اي ده والفاينت، بضغط عليهم الاثنين في ايدي بيفتح معايا خمسة زي ما هو ظاهر كده. دي الخمسة دي 5 جرام، من الزيرو ده بقدر اغيرها اخليها 5 جرام. بعد كده بتك هولد ااكد، برجع بعد كده اخلي الاثنين ديت حسست العلامة العشرة بتك هولد ااكد، اخلي المعيار زي ما انا عاوز، نص طن ربع طن طن، احط 5 واكتب 4 اصفار زي ما هو ظاهر كده. بعد كده بستخدم الهولد ااكد، بيديني نو لود باكد، يعد ارقام بتاعت الخليه وبعد كده هيصفر معايا. محتاج ان انا احط المعيار بتاعي واتاكد ان المعيار بتاعي مظبوط. بحط المعيار ايا كان 20 كيلو مثلا اهوت، بتك هولد بعد كده هيقعد يعد معايا الارقام، هتصبح ال 20 كيلو 31 و400. برجع من الزيرو ده بكتب 20 كيلو اللي هي وزن الحموله وبتك هولد، اخلي الزيرو ده عادي ممكن اسيبه زي ما هو عادي وبتك هولد، اصبحت معايا ال 20 كيلو 20 كيلو و50 جرام. لو شلت اصفر على الميزانه احط ال 20 كيلو تاني، هو ظاهر معانا حضراتكم كده ال 20 كيلو 20 كيلو. ده بالنسبه للراس المترو. فتحها يا جماعه زي ما احنا قلنا هنا بتختلف عن الراس ال 19 والحاجات ديت. وبعد كده احنا هنشرح لكم واحده واحده الروس دي واحده واحده. اما الوصله المباشره هي الوصله المعتمده على جميع الروس زي ما احنا وشرحناها لحضراتكم هنا. ولو في اي استفسار او في اي تعليق سيبونا تعليقكم، سيبونا استفساركم ما تترددوش، وان شاء الله هننزل لكم كل جديد ونشوفكم على خير يا شباب.